بالأمس القريب تحدث موقع ترانسفيرت ماركت المتخصص عن البطولة المحلية لكرة القدم والمتواجدة في المركز الخامس على قائمة أغلى البطولات الإفريقية والرابعة في الوطن العربي من حيث إجمالي أسعار اللاعبين، لكن الموقع نسى بأن الكرة الجزائرية تنام وتستيقظ على وقع فضائح المنشطات والكوكايين، وما خفي تعجز أمامه حتى الكلمات. شعوب المعمورة كرة القدم بالنسبة إليهم تعد أفيون، لكن بات لبعض اللاعبين الذين ينشطون بالجزائر نصيب من الأفيون، كيف لا وثلة منهم لم يعد يفرق بين المواد المخدرة والمنشطة، بين الصلبة أو المسحوقة، تصطف المصطلحات الواحدة تلو الأخرى متسائلة لماذا لم يؤخذ بالعبر، لماذا لم يستلهم لاعبا شبيبة القبائل بن يوسف وأوقاسي مما سبق، وهل تأكد مرة أخرى أن الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة بحاجة وعلى جناح السرعة إلى حراك رياضي يبدأ من الأخلاق؟